بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا وصل للكلام على كتاب الفرق ما بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب عليه رحمة الله عز وجل. يقول رحمه الله تعالى: فصل، أنواع النصيحة. قال رحمه الله: ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ولرسوله فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم من تبعهم بإحسان. إذا رأينا أحد العلماء عنده تعقبات واستدراكات على أهل العلم، ولكن بإنصاف وبعدل وبصدق وعدم ظلم وعدم تعيير، فإن هذا ينبغي أن يقابل بالإكرام والاحترام والشكر، لا أن يعاب ويذم بأنه استدرك على العلماء. فما زال أهل العلم يستدركوا أحدهم على بعض أو على الآخر، وليس في ذلك منقصة. أما إذا كان ضد ذلك، إذا عرف بأن هذا كالذباب، إنما مراده تصيد السقطات والترقي والصعود على أخطاء العلماء لكي يظهر لمن يقرأ له ويتابعه بأنه محقق وأنه مدقق وأنه يستدرك على العلماء، فإن هذه مذمة. قال رحمه الله تعالى: ومن عرف منه أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تتبع العورات. قال: ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الراد واعترافه، يعني أحيانا يصرح بمراده، إما النصح ومع إجلاله لأهل العلم وأنهم علماء وأنهم فضلاء وأن لهم السبق، ولكنه أخطأ في كذا، لا بأس، هذا يدل على نية حسنة. أما الذي يبالغ في التبكيت والانتقاص والاستحقار وأنه ليس عنده علم وليس عنده دراية وهذا فيه كيت وكيت من العبارات الدالة على فساد النية، فإن هذا يكشف طويته وأنه لا يريد بذلك نصحا. قال: وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله، أحيانا لا يشترط أن يصرح بموقفه من ذلك العالم، لكن هناك قرائن، من القرائن مثلا تكرار أو اختزال الرد في هذا العالم، بمعنى أنه في كل كتابه لا يعقب إلا على ذلك العالم من بين سائر العلماء. هذا مما يدل على أن في النفس شيء، وأن مراده من ذلك إنما هو إسقاط ذلك العالم، فهذا يدل على أن في النفس شيء، وأنه ما أراد بذلك النصح لله ولرسوله ولدين المسلمين عامة، وإنما أراد إسقاط هذا الشخص، وربما يكون ذلك من الأقران. وغالبا أن الكلام الأقران بعضهم في بعض أنه يكون محفوف بالتنافس ومحبة الإسقاط وما شابه ذلك من المقاصد الدنيئة، إلا من رحم الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: فمن عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم لم يذكر الرد وتبين الخطأ إلا على الوجه الذي يراه غيره من أئمة العلماء. وأما في التصانيف وفي البحث وجب حمل كلامه على الأول، ومن حمل كلامه على غير ذلك والحال على ما ذكر فهو ممن يظن بالبريء الظن السوء، وذلك من الظن الذي حرمه الله ورسوله، وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. المراد أننا إذا وجدنا تعقبا لأحد أهل العلم على غيره ينبغي أن يحمل محمل الحسن، لا أن تعقد الحروب بين أهل العلم وأنه ما أراد بذلك إلا إسقاطه وأنه ما أراد بذلك إلا انتقاص العالم الفلاني. لا، يحسن الظن بأنه إنما حمله على ذلك النصح لله ولرسول الله ولدين المسلمين وللمسلمين عامة، وبيان الحق والنصر للحق وما شابه ذلك. قال: فإن ظن السوء ممن لا تظهر منه أمارات السوء مما حرمه الله ورسوله، فقد جمع هذا الظان بين اكتساب الخطيئة والإثم ورمي البريء منها أو رمي البريء بها. قال: ويقوي دخوله في هذا الوعيد إذا ظهرت منه، أعني هذا الظان، أمارات السوء مثل كثرة البغي والعدوان وقلة الورع وإطلاق اللسان وكثرة الغيبة والبهتان والحسد للناس على ما أتاهم الله من فضله والامتنان وشدة الحرص على المزاحم على الرئاسات قبل الأوان. هذه كلها علامات فساد الطوية وخبث النية في الرد على المخالف، وهذا كما قلت لكم سابقا أنه يكثر بين الأقران ممن لم يعرف بكمال الدين. أما أهل الدين والفضل فلا يزال أهل العلم يختلفون فيما بينهم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يخالف إسحاق، وابن أبي ذئب يخالف مالك،
والعلماء يخالف بعضهم بعضا، ومع ذلك كل منهم يعترف بفضل صاحبه في خدمة دين الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: فمن عرفت منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان فإنه إنما يحمل تزمنه العلماء، وإذا كان رده عليهم على الوجه الثاني يعني وجه التشفي وصيد الأخطاء، قال: فيستحق حينئذ مقابلته بالهوان، ومن لم تظهر منه أمارات بالكلية تدل على شيء فإنه يجب أن يحمل كلامه على أحسن محملاته، ولا يجوز حمله على أسوأ حالاته. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محمل. هذا هو الواجب، أن الناس يعاملون بظاهر كلامهم، ولا يلزم بالمراد الباطن إلا أن يلتزم به. فإذا في الأصل أن يحمل الكلام على المحمل الحسن، ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا. هذا هو الواجب، أن يظن المؤمن بأخيه المؤمن خيرا ولا يحمله على المحمل الحسن. وأما إذا كان هناك قرينة دالة أو بينة واضحة فإنه يؤاخذ بها. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في كيفيتها، كيفية النصيحة. ومن هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه، فإن كان هذا على وجه النصح فهو حسن. وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه: لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره، بمعنى أنك لربما تناصح الشخص عما أخطأ فيه، ويكون هذا باب التصريح في وجهه، فإن هذا لا ضير فيه، ولكن يكون هذا أيضا محفوف بالعقل والحكمة، وما يناسب أن يصرح به ولا يصرح به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع خاصة أصحابه الذين تقالوا عبادته قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ فلم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، لأنهم كانوا من خيرة الصحابة كما جاء في بعض الروايات، ولكن عرض بهم النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من باب الحكمة. قال: فإذا أخبر أحد أخاه بعيب ليجتنبه كان ذلك حسنا لمن أخبر بعيب من عيوبه أن يعتذر منها، بمعنى أن الشخص إذا بين له الخطأ ينبغي أن لا يأنف ولا يتكبر ويقول: أنت تنتقدني وأنا مصيب، وتأخذه العزة بالإثم حتى ينتصر لرأيه وقوله، بل مباشرة يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أنا أخطأت، أنا أرجع عن قولي، ويكون كما يقال ذيلا في الحق ولا يكون رأسا في الباطل، وإنما يعود الإنسان نفسه دوما. ولذلك هذا الأمر يحتاج إلى دربة، لا يأتي ترى بالأمور الهينة، وإنما الشخص دائما يعود نفسه على الرجوع، فربما يجد في أول الأمر غضاضة وغلظة وشدة على النفس بأنه يظهر أمام الجمهور ويقول: أنا أخطأت في مسألة فلانية وأستغفر الله وأتوب إليه، وجزى الله أخانا فلان حيث نبهني بكذا وكذا. أول مرة ربما يشعر بأنه يعني بلغ إلى منزلة الدنيا، فربما تأتيه النفس ولوماتها ويحاسب نفسه على مثل هذا اللفظ، ثم بعد ذلك يصبح الأمر عنده هينا. ومن أراد الله تعالى رفعته والله ما تضره الاعتذارات، من أراد الله تعالى رفعته والله ما يضره أن يقول: أخطأت في كذا وأستغفر الله وأتوب إليه وأرجع عن كذا. ولذلك هذا يفسر لنا معنى ما للأئمة بالروايات في الفتوى، يقول: هناك روايتان عن الشافعي وقولان عند مالك وستة روايات عند أحمد وحنبل، أجل هم جهال يتلاعبون بالدين؟ لا، ليسوا بجهال، وإنما كانوا يفتون بحسب ما يظهر لهم الحق، فإذا جاءهم الدليل اتبعوه، وإذا بين لهم بقول آخر ذهبوا إليه، وهكذا عليهم رحمة الله عز وجل، مما يدل على أنهم يرجعون إلى الحق متى استبان لهم. قال: إن كان له منها عذر، وإن كان ذلك على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبح مذموم، بمعنى أن لا ينبغي للناصح أن يوبخه توبيخ من سقط في الخطأ. الناس كلهم عرضة للذنوب، وذلك موسى عليه السلام لم يتكلم مع آدم في أكله من الشجرة، لأنه قد تاب من هذا الذنب وقد وقع، وأستغفر الله وأتوب إليه، وإنما كان يلومه موسى على الخروج من الجنة، أي ما حصل من جراء هذا الذنب. فإذا أراد الشخص أن يوبخ عالما أو أنه ينتقد طالب علم أو صاحبا له، لا ينبغي أن ينتقده فيما وقع فيه من خطأ، بمعنى أنه لماذا تخطي، لماذا تخطي، وإنما يقول له: أنت أخطأت وتب إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير واحد من الصحابة: تب إلى الله. حتى عائشة رضي الله عنها قال: إن كنت قد أصبت ذنبا فتوب إلى الله، وأرشد الصحابة إلى التوبة إلى الله عز وجل. وكذلك ينبغي أن نكون أهل صلة للطريق لا قطاع طريق،
لا نأتي للناس ونوبخهم ونقنطهم من رحمة الله عز وجل، ونأتي عند العالم الذي هو طالب محقق ثم نقول لماذا وقعت في الخطأ الفلاني، أنت جاهل، أين أنت عن العلم؟ لا، مو بصحيح. الناس تصيب وتخطي، والعالم قد يرد عليه الذهول والغفلة. ومن تتبع كثير من أهل العلم يجد عندهم من السقطات التي يعجب الإنسان كيف وقعوا فيها، وسبحان الله العظيم. هي قاعدة، حتى كما تقدم معنا في قول الشافعي رحمه الله تعالى، لا بد أن يقع خطأ من العالم وفي كتاب العالم، لأن الله تعالى جعل التمام والكمال لكتابه، وما سوى كتاب الله عز وجل لا بد أن يكون فيه اختلاف، لا بد أن يكون فيه خطأ، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالإنسان لا يستغرب إذا وقع الخطأ منه، بل يبادر بالرجوع إلى الصواب. وقيل لبعض السلف: أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ فقال: إن كان يريد أن يوبخني فلا. يعني إذا كان مراده من النصح والتوبيخ والإذلال والإهانة فلا، أما إذا أراد التوجيه والتقويم وربما يحمله ذلك على إخفاء النصيحة ومع تعزيزه والثناء عليه، وأنت صاحب فضل وأنت لك جهود وأنت ممن تحب وأنت من إخواننا أهل السنة جزاك الله خير على خدمتها، ولكنك قلت كذا، يا ريتك تصححها، يا ريتك ترجع يا الله عز وجل، يا ريتك تراجع المسألة وترجع يا قول أهل العلم. هكذا ينبغي أن نكون. اليوم للأسف مما وقع فيه الكثير من أهل الخير والصلاح ممن يتبعون منهج السلف الصالح، أن من زل يزيدونه ضربا، ومن أقبل يجعلون بينه وبين القبور والتوبة عقبات كؤودة. إذا زل أحد إخوانهم مباشرة يزيدون عليه بالتوبيخ والتبكيت والإذلال والإهانة، حتى ربما يفر عن الحق، بل ربما يرتد عن دين الله عز وجل، كما وقع في أكثر من شخص، نسأل الله السلامة والعافية. والشخص الذي مقبل لا يقبلون منه شيء حتى يكون 100% غير صحيح. من أقبل بشيء قليل يفرح ويثنى عليه، ما شاء الله أنت الآن أقبلت، هذا شيء مبشر بالخير، هذا قول صواب، ونسأل الله الذي دلك في هذه المسألة في الصفات أن يدلك على المسألة الأخرى التي في القدر، وأن يرشدك المسألة الأخرى في الصحابة. وكلما رأينا من شخص إقبالي إلى ضوء الحق، لا ينبغي أن نجعل بينه وبين الحق حجب وعقبات ونقول لا، لا نقبل منك ذلك حتى تأتي بكل هذه الأمور، هذا غير صحيح. لذلك السلف كانوا يستبشرون بتوبة التائب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعد غزوة الطائف بعض المشركين وأخذوا يساومونه في بعض الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على ذلك ويرشدهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. وقصة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مع محمد بن سعود مشهورة، لما قال أنني أريد أن أكون معك في حروبك وفي دعوتك، ولكن بشرطين اثنين. قال: ما هما؟ قال: الأول أن لا تدعنا إذا قوي الأمر. قال: هذا مفروغ منه، فإن هذا عهد بيني وبينكم ميثاق. قال الثاني أنه يأتيني أنا مكوس وضرائب أخذها على الناس. فقال الشيخ محمد رحمه تعالى: أرجو أن الله تعالى يغنيك عن هذه بما يفتح الله تعالى لك. فدل ذلك على أن المقبل للخير قد يكون معه بعض الخطأ وبعض التقصير، فلا يطالب الشخص بأنه لا يقبله ولا يضمه إلى زمرة أهل الحق ولا يؤيده ولا يثني عليه حتى يكون على السلامة التامة. أن يسلم، الواجب أن يتألف قلوب أمثال هؤلاء. إذا كان هناك من الكفار من هم مؤلف قلوبهم، تتألف قلوبهم بالعطاء وبالتودد وبحسن العبارة، فكيف بالمسلمين إذا هم أقبلوا على الحق ودنوا من حوزة أهل السنة؟ فلا بد أن يتلطف معهم حتى يعودوا إلى المنهج السليم. ثم قال رحمه الله تعالى: فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تثرب الأمة الزانية مع أمره بجلدها فتجلد حدا، ولا تعير بالذنب ولا توبخ به. وفي الترمذي وغيره مرفوعا: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه. قال الفضيل أي ابن عياض: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير، نسأل الله السلام والعافية. ومن رأى الآن في هذه البرامج عافانا الله وإياكم منها، مهما تبت ومهما أشهرت التوبة ومهما أعلنت، من في قلبه خبث وطوية فاسدة يحب أن يعير. أنت يا من كنت تفعل كذا وكذا، حرام بإجماع المسلمين، حرام أن يعير المرء بذنب قد تاب منه، حرام أن تذكر ما قد تاب منه من ذنب. ربي غفور رحيم، صاحب الشأن هو الله تعالى، الأمر أمر الله عز وجل، ربي قد دعاه إلى التوبة،
وهو قد لبى دعوة ربه عز وجل وتاب إلى الله، تأتي أنت وتعيره بأنه قد أذنب؟ هذا لا يجوز، بل ربما يبتليه الله عز وجل بأن يقع في الذنب، وربما يقع في ذنب لا يتوب إلى الله تعالى منه، صلى الله عليه وسلم والعافية. قال: فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير، من علامات النصح والتعيير، وهو أن النصح يقترن به الستر والتعيير يقترن به الإعلان، نسأل الله السلام والعافية. قال: وكان يقال من أمر أخاه على رؤوس الملأ فقد عيره، أو بهذا المعنى. المراد بذلك عندما يكون الخطأ خفية، إذا وقع الخطأ خفية أو كان الخطأ مغمورا مطمورا لا يعلمه أحد، فالأولى أن يكون النصح سرا. وأما إذا وقع الخطأ علانية فلا بد من الرد علانية، أو هو بنفسه يرجع علانية، يقول: أنا قلت بالأمس كذا وكذا وأنا أتوب إلى الله. أما أن يخطئ علانية ثم يطالبني بأن أنصحه سرا ويبقى الأمر على ما هو عليه، هذا غير صحيح، بل لا بد من إشهار الصواب كما أشهر الخطأ. وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه، ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور، فإن هذا من علامات النصح، فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرض في إشاعة عيوب، دل على أنها عيوب مخفية من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها. وأما إشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله ورسوله، قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا حديث في فضل السر أو الستر كثيرة جدا. وقال بعض العلماء: لمن يأمر بالمعروف واجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام، أحق شيء بالستر العورة. الله أكبر، كلام طيب، كلام ثمين، خاصة في أزمنة تويتر وأزمنة البرامج. إذا وقع شخص في معصية أو في ذنب لا ينبغي أن تنشر وأن تشهر، لأن فيها وهم بالمسلمين، الكفار يفرحون بها، أهل الضلال يقول انظروا إلى السنة ماذا يقع عندهم، أهل الإلحاد والزندقة يقول انظروا إلى أهل البلد الفلاني ماذا يحصل عندهم من منكرات، وأهل ذلك البلد ربما تخور قواهم ويقول ضعنا، ويقول انهدم الدين، ويقول ذهبت الأخلاق، إذا رأى أمثال هذه المنكرات تشاع وتذاع وتنشر في هذه البرامج. ينبغي من أضرب إشاعة الفاحشة نشر الأخبار عنها. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقع أكثر من أمر منكر، مع ذلك لم تشاع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت في بعض الأخبار التي استفاد منها الصحابة رضي الله عنهم أحكاما في دين الله عز وجل، ولم يكونوا يتناقلون بأن هناك امرأة فعلت كذا وكذا، أو رجل وقع في الزنا، أو رجل غش في بضاعته، أبدا. هذا أمر منكر ستروه، وعاش الناس حتى صار عهد النبي صلى الله عليه وسلم أتم العهود وأكمل العصور. قال رحمه الله تعالى: فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير، وهما من خصال الفجار، لأن الفاجر لا غرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للنقائص والمعايب، إنما غرضه في مجرد إشاعة العيب في أخيه المؤمن وهتك عرضه، فهو يعيد ذلك ويبديه، ومقصوده تنقص أخيه المؤمن في إظهار عيوبه ومساويه للناس ليدخل عليه الضرر في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فليس، وتنبه، ليس كل من يغرد بمعيبة أو بزلة لعالم في هذه البرامج يريد النصح، وإنما كثير منهم يريد إسقاط هذا بهذا، فيظهر عيبي لكي يأتي برد فلان عليه، ويظهر عيب فلان لكي يأتي برد عليه، فيضرب رأس هذا برأس هذا حتى تقل هيبة أهل العلم وطلاب العلم عند عامة الناس. لذلك لا بد من التفطن لأمثال هذه الأساليب الماكرة التي يستخدمها الزنادقة لتوهين رتب العلماء بين عامة الناس. إذا أخطأ العالم يناصح ويذكر ويوعظ ويدل إلى الصواب ويرشد إليه، إلا هذا الكلام في المسائل التي يتسع فيها الخلاف بين أهل العلم. وأما المسائل التي هي ما بين السنة والبدعة، وما بين الإسلام والشرك، وما بين الحق المحض والباطل المحض، فهذا لابد أن يبين للناس وأن يظهر أمر الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وأما الناصح فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن واجتنابه له، وبذلك وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من الحرص على المسلم أن لا يقع في الشر، لذلك جاء في الحديث: المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه. معنى لا يسلمه أي لا يدعه يقبل إلى الشر ويتركه. وصح في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وذكر بأن نصرة الظالم بالأخذ على يده،
ومن الأخذ على يده الرد عليه حتى يرعوي وينزجر عن الوقوع في مثل هذا الخطأ. قال: ووصف بذلك أصحابه فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ذكر الله تعالى رحمة المؤمنين بعضهم ببعض وأنهم رحماء بينهم، ومن الرحمة أن تشفق عليه من أن يقع في الزلل والخطأ، ومن الرحمة أن تتلطف معه في الخطاب. قال: وصف المؤمنين بالصبر والتواصي بالمرحمة، وأما الحامل للفاجر على إشاعة السوء وهتكه فهو القوة والغلظة ومحبته إيذاء أخيه المؤمن وإدخال الضرر عليه، وهذه صفة الشيطان الذي يزين لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان ليصيروا بذلك من أهل النيران، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فقال بعد أن قص علينا قصته مع نبي الله آدم عليه السلام ومكره به حتى توصل إلى إخراجه من الجنة، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، فشتان بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. قال رحمه الله تعالى: فصل في العقوبة. وعقوبة من أشاع السوء على أخيه المؤمن، تتبع عيوبه وكشف عورته، أن يتبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من وجوه متعددة. وأخرج الترمذي من حديث واثي بن أسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. قال حسن غريب. وخرج أيضا من حديث معاذ مرفوعة: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وإسناده منقطع. قال الحسن أي البصري: كان يقال من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله تعالى به. إياك أن تشمت بأحد من إخوانك في ذنب قد وقع فيه، إياك أن تشيع ما وقع فيه من زلل خطأ مباشرة إذا رأيت المبتلى، والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. سل الله تعالى العافية أن الله صانك وحماك من الوقوع في هذا الزلل، سل الله تعالى العافية أنك ما شهر بك بين الناس وأعلن بك بين الناس وأذيع هذا الخطأ كما يذاع عن كثير من الخليقة اليوم. فالإنسان ما عليه إلا أن يحمد الله عز وجل وألا ينظر إلى ذنوب الخلق بعين التشفي والتشهي والفرح بما وقع فيه من الباطل. ما كان ذلك من ديدن السلف إلا مع من ظهر تمرده وخبثه ومكره وعناده، فقد كان السلف يفرحون بكل ما يظهر منهم من معيبة وقبح، وقد جاء ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أما عامة المسلمين والله ما نفرح بفضيحتهم، ولا يسر مؤمن بأنه قد انكشفت سوءته أو أنه وقع في زلة واشتهر بين الناس، إلا من عرف بالمكر والخديعة والخبث من الفجار وأهل الضلال وأهل العناد والظلمة ومن شابههم، فهؤلاء كلما وقعوا في فضيحة فإن قلوب المؤمنين تسر بذلك لكي يتجلى أمره أكثر وأكثر للناس فيحذروه. ويروى من حديث مسعود بإسناد فيه ضعف: البلاء موكل بالمنطق، فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها. وقد روي في هذا المعنى عن جماعة من السلف: ولما ركب ابن سيرين الدين وحبس به قال: إني أعرف الذنب الذي أصابني هذا، عيرت رجلا منذ 40 سنة فقلت له: يا مفلس. سبحان الله العظيم. شوف، السلف كانوا يخافون من ذنوبهم، وإذا وقع عليهم مصيبة مباشرة يحاسبون أنفسهم ولا يخاصمون القدر ككثير من الناس، إذا حلت به مصيبة كأنه يخاصم ربي عز وجل: أنني لا أستحق أن أفلس، أن لا أستحق أن أسجن، أن لا أستحق أن أصاب بهذا البلاء. لا، وإنما يرجعون إلى أنفسهم وينظرون ما الذي صنعوه من خطأ ومن زلة، خشية أن يكون ما وقعوا فيه من بلاء إنما هو عقوبة من ربي عز وجل. ابن سيرين مشهورة قصة إفلاسه عليه رحمة الله عز وجل، وحبس بسبب هذا الإفلاس، تذكر ذنبا قد قاله قبل ذلك بأربعين سنة أنه قال لرجل: يا مفلس. فابتلاه الله تعالى بالإفلاس بعد 40 سنة.